أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أشاد بالمشاركة الإيجابية والناجحة التي حققها فريق البحرين للترايثلون في سباق تحدي الكناري الذي أقيم في إسبانيا بمشاركة 500 لاعب من مختلف دول العالم. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالنتائج الطيبة التي حققها الفريق في هذا المحفل الكبير الذي شهد مشاركة واسعة من نخبة متسابقي رياضة التريثلون في العالم، إذ استطاع الفريق تمثيل المملكة ودول الخليج والعرب بشكل إيجابي ومشرف عبر المستويات الرائعة التي قدموها والنتائج المميزة، الأمر الذي يعكس مدى التطور الذي تشهده رياضة التريثلون في البحرين والمستويات العالية والاحترافية التي بلغها أعضاء الفريق. وأشار سموه إلى أن السباق جاء صعبا بسبب مساره الذي شهد العديد من المرتفعات والمنحدرات الحادة والطرق الضيقة، إلى أن الإصرار والروح العالية التي أظهرها أفراد الفريق إضافة إلى الاستعداد الجيد والتدريبات القوية أسهمت في الظهور بقوة بدنية ولياقة عالية، ما مكن لاعبي الفريق من تجاوز كافة مراحل السباق بنجاح، مشيدا بحرص أعضاء الفريق وحماسهم على الظهور بشكل مميز ولافت لإثبات قدرة الرياضي البحريني في أهم التجمعات الدولية. وقال سموه إن مشاركة فريق البحرين للترايثلون في تحدي الكناري الذي يعتبر من أقوى السباقات في القارة الأوروبية تعد فرصة مميزة لأعضاء الفريق للاحتكاك مع أفضل اللاعبين العالميين في هذه الرياضة، مؤكدا على استمرار دعم كافة الرياضيين البحرينيين في المشاركات الخارجية التي تعزز من موقع المملكة على خارطة الرياضة العالمية. وقد حرصت مختلف وسائل الإعلام المتواجدة على إجراء لقاءات مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعد تحقيقه المركز الثالث في السباق وظهوره بشكل مميز في كافة المراحل ومنافساته القوية لنخبة لاعبي الترايثلون من مختلف دول العالم، إضافة إلى النتائج الإيجابية والمميزة التي حققها باقي أعضاء الفريق. شكر والحمد لله اللي عطانا على قد مجهودنا، عدينا اعداد طيب وكنا جاهزين ومثل ما وعدنا الحمد لله ما خيبنا حضورنا، ما خيبنا اسم ديرتنا اللي جينا هني لاقصى الغرب ونمثلها. اجواء كانت صعبه جدا، التضاريس اصعب يعني السباقات اللي مرينا فيها، حاولنا ان احنا نضغط الحمد لله مشينا على الخطة المطلوبة والأداء الحمد لله كان مثل ما بغيت والله الحمد. طول العمر حرارة الجو، وجود الجمهور، وجود الناس هذين كلهم كان لهم تأثير أعتقد على سير السباق يعني. طبعا، بس احنا أكون صريح معاك ما أذكر أي شيء، كنا مركزين لأبعد الحدود على الأداء وعلى الأرقام وعلى المنافسة ومن هو اللي أمام ومن هو اللي في الخلف.